الأول أنا رايح حج، يعني إيه؟ يعني رايح أعظم بيت ربنا سبحانه وتعالى وأقصد زيارته علشان يكرمني ويرفع درجتي، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. عشان كده قبل ما أروح لازم أعمل أمور هامة جدا. أول حاجة أخلص النية، أنا بحج مش علشان يتقال لي يا حاج فلان، لا أنا بحج عشان أتمم أركان الإسلام الخمسة. بتحج ليه كمان؟ علشان أخلص من ذنوبي كلها وأرجع كما ولدتني أمي. يبقى لازم يا أساتذة أنا أسامح الناس. طب وإن كنت ظالم أرد المظالم اللي عليا. طب ولو كان حد ظلمني أقول له أنا مسامحك، أنا تنازلت عن حقوقي عندك، مش عارف تسامحه، مش عارف تدعي له، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. كمان مالي لازم يكون من حلال، عشان لما أقول لبيك اللهم لبيك يقول لي لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، زادك من حلال وراحلتك من حلال، ارجع مأجورا غير مأزور. الأمر اللي بعد كده لازم أتوب إلى الله توبة نصوحة وأعزم أن أنا مش هرجع للمعصية تاني وأبقى تمام. وإنت هناك اوعى تزاح، اوعى عشان تستلم الحجر تقول أزق وأنا قوي ونفسي أستلم، أبدا، لكي تحيي سنة إياك أن ترتكب كبيرة. طب أنا دلوقتي لما أحرم بالحج إيه بقى الممنوع عليا؟ الممنوع عليك هو الممنوع اللي أنت كنت تعمله وأنت حلال، ممنوع عليك في الإحرام. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا أقص ضوافري ولا أحلق شعري ولا ألبس المخيط المحيط. المحيط يعني زي الهدوم اللي أنا لابسها دي متفصلة علي، ده ممنوع. لما تبصوا لملابس الإحرام تلاقي تنفع على أي حد وعلى أي جسم بالنسبة لملابس الرجال. طب فيه كده بيبقى حزام كده بيحطوا فيه كاميرا عشان أحط فيه الفلوس بتاعتي وأحط فيه جواز السفر بتاعي، ده محرم؟ لا مش محرم، ده مفيش مشاكل بالنسبة لي. طب هشيل أنا الشمسية وماله؟ طب أنا الدنيا حر هناك وعايز أخد دش، فممكن أستخدم الصابون اللي له ريحة؟ أيوه، فيها عطر ما فيهاش، أنا ماليش دعوة. لكن التانية زجاجة عطر ده اللي محرم عليك إنك تحطه. ممنوع إن أنا ألبس مثلا أعزكم الله حذاء يكون ساتر لقدم، لكن اللي بيسموه احنا شبشب عندنا كده وده اللي تلبس، غير كده لا. طيب كمان ممنوع ان انا اتجوز او اشهد على جواز، اللي واخد معاه زوجته ممنوع نقرب منها. بعد ما يتحلل خلاص هم احرار، هي حلال له في خارج الاحرام. ده معنى الاحرام، اني حرمت على نفسي امورا اباحها الله لي. طب ليه؟ عشان انا مقيد، انا بسمع واطيع.